معكم في ساعتنا الثانية من موجة الصباح. لقيت هذايا نسي كل تبدا في الكوجينات وتخمم يا ربي شنو هو الفطور، يا ربي شنو هو الفطور. شهية في الحياة اليوم اللي تشتهيه ويكون مش قدامي تو ما نعملوش، خاطر عندي كان الروسيت اللي قدامي تاع شمال اللي ملي يجيك مليح. شفت نعملوا مقارونة بالكعابر؟ نعملوا باهي تنجح تنجح سريعة عند ربي مكعبر. مخنيخة مع من توجد الوطن القبلي البنة عندها اسرارها انتاج سكودال. دونك للمقارونه بالكعب لازمكم 250 غرام لحم مفروم، بصل، ثوم، طماطم معجونه، زيت زيتونه، ورقه رند، نعناع شايح، تابل، ملح، فلفل احمر، فلفل اكحل زاده، وكركم. نظفوا اللحم نرحيوا اللحم اللي ما شريوش اللحم مفروم، سينو ناخذوه مفروم حاضر، وبعد كي نقصوا البصل طريفات صغار صغار، و كيما نقولوا احنا يا اما تقصهم تعرف روحك تجيبهم هكا تروف صغار، يا اما اعملوا مضربه بالميكسور باش يطرحها. البصل نحكي هنا وثوم زيدا، ومن بعد كنفوحوا اللحم المفروم بالتابل والملح فلفل احمر طرف زيت نعناع شايح، ونزيدوا البصل، نحطوا مغرفتين طماطم علاش فرمناه البصل خاطرش نزيدوا للكعابر، ومن بعد كنحطوا مغرفتين طماطم معجونه معاهم وريقه رند شويه بصل وثوم مفرومين وتابل ملح ملح فلفل احمر وفلفل اكحل وكركم مغرفتين زيت، ونقليوهم. بعد كنزيدوا كاس ماء لين تولي الصوص عاقده شويه، نخليوها تغلي ونعملوا اكل حم المفروم اكل مخلط هذاك بالفحات، نعملوا كعبرات ونرميهم في الصوص ونخليهم حتى لين يغليو ويتيبوا. نصمتوا المقارونه نتاعنا نخلطوها مليح ونزيدوها اكل الكعبرات، ونعملوا الرشه. عندي انا الرشه معناها زوز يدي نعبيهم جبن مرحي نحمل من فوقك وتبدا تاكل فك المقارونه سيغتو تبدا سباغيتي وكل كعبوره هكا باللحم المفروم فوقها مليح وفوقك جبن المرحي هكا يبدا يتجبد. ونقول اللي يقدر واللي ما يقدرش المقارونه بالكعب تنجم تعملها بالاسكالوب ولا بالاسكالوب عادي وبنينه زاده راهو. اما نعطيكم تفويح ظهري نتاع الدجاج لازم يكون اكثر صحار ما ابن من الاسكالوب ومن اللحم المفروم سردينه كعابر سردينه كيما نعرف انا في وسط المقارونه. اما انا هذه نحب شكون يطيبها لي خاطر ماكلت الحوت ولا حاجه بالسردينه قويه دوبا من الطيبه تضرب في خشمك واش نجم تاكلها. كعابر شكون كلي قبل مقارونه فيها كعابر سردينه؟ حتى انا كليتها. احنا نعملوا في الساحل المعروفه سردينه المبطنه ويعملوا الكسكسي بالسردينه زاد كسكسي بالعصبين نتاع السردينه. صحيح عصبين السردينه معروف. اما هما يعني نفس كيما باش تبطن كعبر ولا تجيب لنا على الاخر. فلا كانت هذه مخميختنا اليوم صحه باش في الناس الكل.